ياسمين عبد العزيز تظهر لأول مرة بعد أزمة مرضها. روت لمنى الشاذلي تفاصيل تاريخها المرضي ورحلة علاجها. إليكم في هذه الحلقة أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز عن مرضها. ظهرت ياسمين عبد العزيز ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي وبدت روايتها إنها تعاني من أكياس منتشرة على المبايض مثل أغلب الفتيات واسمها أكياس شيكولاتة على الرحم. وقامت بإجراء الجراحة الأولى وهي في عمر 16 سنة وعلى مدار تاريخها المرضي أجرت الجراحة 5 مرات تقريباً. بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير اتفقت مع طبيبها على إجراء العملية ووعدها أنه راح يتواجد في المستشفى 3 أيام فقط بعد الجراحة، لكن بعد ما خرجت من العمليات اتفاجأت بآلام قوية لا يمكن احتمالها. خلال 3 أيام من التعب المستمر اكتشف الأطباء وقوع حدث طبي في العملية الأولى، وحكت ياسمين عن هذه الفترة: أولوني أتخرم وقالي تسمم في الدم وقالوا لي هتموتي كمان ساعة، وأصر الأطباء على دخولها جراحة أخرى لإنقاذ حياتها. ووجهت رسالة شكر للدكتور عصام شلباية اللي أنقذ حياتها بعد هذا الموقف. الفترة اللي جاءت بعد هذه الجراحة ما تحسن وضعها الصحي، فكانت حرارتها ما تقل عن 39 وتشعر بآلام مستمرة، خاصة وإنه جسمها كان متصل بخراطيم وأجهزة ومن المفترض إنه تساعدها على تجاوز هذا التعب. رفضت ياسمين أنه تستمر في هذا العلاج بدون جدوى، فاتخذت قرار السفر للخارج رغم رفض أسرتها والأطباء المعالجين لإلها. غادرت ياسمين لسويسرا على متن طائرة طبية مجهزة، ورافقتها في هذه الرحلة بنتها ياسمين ولحق بهما زوجها الفنان أحمد العوضي. رحلة ياسمين عبد العزيز في سويسرا استمرت 1.5 شهر تقريباً، وتحسنت حالتها فيها بالتدريج وأصبحت قادرة على ممارسة حياتها الطبيعية، واتخذت وقتها قرار عدم العودة لمصر إلا عندما تعود لطبيعتها. الصورة اللي نشرتها ياسمين مع الأطباء في سويسرا كانت اليوم الأخير في رحلتها العلاجية، وحرصت على نشرها عبر حسابها على إنستغرام لتطمئن الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، خاصة وإنها شعرت بكم الحب اللي غمروها به خلال وعكتها الصحية. وأخبرها زوجها عن الأدعية الدائمة اللي كانوا بيكتبوها في المنشورات الخاصة به عبر السوشيال ميديا. لا تنسوا الاشتراك بقناة ليالينا ليصلكم كل جديد.